ما حقيقة المحبة في الله؟ أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، لا تحبه من أجل طمع الدنيا، وإنما تحبه لله عز وجل، لأنه عبد لله عز وجل، لأنه عبد صالح، فتحبه من أجل الله، من أجل أن الله يحبه. فقد جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالمحبة في الله هي المحبة الخالصة التي ليس فيها طمع دنيوي أو مقصد من مقاصد الدنيا، وإنما تحبه لأجل دينه ولأجل علمه وطاعته لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم.